مؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، هو بداية لأشغال الخبراء تحضيرا لمؤتمر الوزراء الذي سيكون يوم 26 ديسمبر 2022. سيتم مناقشة مواضيع الخاصة بهذا المؤتمر، وهي موائمة التكوين المهني مع سوق الشغل ومستقبل الاقتصاد الأخضر وكذلك الرقمنة. هذا المؤتمر سيتطرق إلى كما قلنا إلى كيفية تطوير منظومة التكوين المهني وكيفية ربطها مع سوق الشغل.